معناتها اخدموا برك استثمروا برك، احنا معاكم، انتم عندكم افكار ما عندكمش اموال، دونك كلنا مع بعضنا. هل يكون حل من الحلول اليوم سي محسن حسن وتونس تمر باصعب ازماتها الاقتصاديه؟ فعلا هو اليوم بلادنا وشبابنا ما احوجوا الى رسائل الامل اللي قاعدين نحكيوا فيها الخيال والحكايه عليها للاستاذ محمد يونس، ما احوجوا الى تنميه ضامنه كروسونس انكلوزيف. هذا الهدف الرئيسي والاسمى نتاع التمويل الصغير ونتاع الاقتصاد التضامني. انا حتى نفسر للساده المشاهدين، هو المنطلق التمويل الصغير ثم الانطلاق بذلك المشروع حتى ينصهر في اطار اشمل اللي هو الاقتصاد الاجتماعي التضامني. خلينا نحكيو شويه على التمويل الصغير في تونس. بلادنا المنظومه هذه فيها تقريبا 280 جمعيه تقريبا، وفيها البنك التونسي للتضامن، ومن اكبر الجمعيات المعروفه هي جمعيه اندا. للاسف الشديد هذا القطاع رغم انه الانتظارات منه كبرى على مستوى التشغيل كما قلت، وخاصه حاملي الشهادات العليا، اللي هم ثلث حاملي الشهادات العليا هم من المعطلين على العمل. ايضا في ظل تناقص دور الدوله في مجال التشغيل، من المنتظر انه التمويل الصغير والاقتصاد الاجتماعي يساهم في خلق مواطن شغل في ظل احتياجات جديدة موجودة في المجتمع التونسي. هذه الاحتياجات تتطلب استثمارات جديدة ومشاريع صغرى، وفي ظل أيضا عجز القطاع البنكي الكلاسيكي العادي عن الاستجابة لحاجيات هالشريحة الهامة من التوانسة. هذه الظروف الكبرى اللي خلت اللجوء إلى التمويل الصغير والاقتصاد التضامني حل ما فر منه. ولكن خلينا نقول وأن هالمنظومة هذه رغم أهميتها، رغم دورها الاجتماعي، رغم دورها الاقتصادي، ما زالت تعاني نقائص كبيرة. أول نقائص في اعتقادي هي النظرة الدونية إلى التمويل الصغير. من عام اليوم ننظر إلى التمويل الصغير على أساس أنه التمويل اللي يعطى لمن لم يجدوا مكانهم في القطاع البنكي. هذا خطأ. لابد أن ننظر إلى التمويل الصغير كتمويل متكامل مع التمويل البنكي. يعني أن ديبار نيجاتيف ديجا. المنطلق الثاني هو الإطار القانوني. اليوم مؤسسات التمويل الميكروفينانس التمويل الصغير للأسف الشديد إطارها القانوني غير مكتمل، وهذا يشكل نقطة ضعف كبرى. نقول علاش؟ لأن مراقبة المؤسسات ضعيفة وضعيفة جدا. يلوم فما تبييض الأموال، فما تسييس عمل الجمعيات. لابد أن يكون في إطار قانوني وإطار رقابي ينظم عمل المؤسسات العاملة في قطاع التمويل الصغير. نجيو إلى نقطة هامة أخرى اللي هي البنك التونسي للتضامن. في الحقيقة هالمؤسسة الوطنية هذه اللي نعتز بها واللي لعبت دور اليوم لابد من إعادة النظر في دورها. هناك ما نقولش فشل، ولكن المهمة التي جاء من أجل البنك التونسي فشل. معروفة نعطي مؤشر فقط، نسبة استخلاص الديون اللي في الحقيقة ضعيفة وضعيفة جدا. اليوم فما نقطة أخرى اللي هي هامة، هو كيفية ممارسة هذا التمويل. هو المتعارف عليه وأن التمويل الصغير والقرض الصغير كما بدا به الأستاذ محمد يونس في دور على مستوى استنباط أفكار المشاريع، يعاون تلك الشريحة باش تلقى أفكار مشاريع صغرى بتاع 3000 4000 5000 دينار حتى يتمكنوا من قيام بتلك المشاريع. ثم ثانيا على مستوى الدراسة، مؤسسات التمويل الصغير تقوم بدور في مجال الدراسات الصغرى ومجال التأكد من مردودية تلك الاستثمارات. نجيو إلى نقطة أخرى اللي هي التمويل. التمويل اليوم ما هوش هو فقط، هو حلقة فقط من بين الحلقات، ثم بعد ذلك المتابعة. للأسف الشديد مؤسسات التمويل الصغير في تونس ما هيش تقوم بدورها في مجال متابعة المشاريع والانتقال بها من الدور التمويل الصغير مشاريع كبرى تشغل وتتطور. انا كي شفت التطور هذا الكل في الافكار والنقاط نتاعك سي محسن، معناتها الاجابه الكل موجوده هنا. نعم، وهذا كلها في المقترحات هذه. انا باش نربط ما بين هذا الكلام وبين ما قيل. الهدف الاسمى لهذا الكل هو ان ننطلق، ان نتحول من التمويل الصغير بشكلته الحاليه الى اقتصاد اجتماعي. اقتصاد اجتماعي فيه مشاريع عندها صبغه اجتماعيه وصبغه اقتصاديه مثل ما ذكرت سيادتكم. هالمشاريع هذه عندها دور في مجال التشغيل، في مجال الاستثمار، في مجال الاستجابه لحاجيات جديده المجتمع التونسي في حاجه لها. لابد ان نعتني بهذا التوجه. واليوم بلادنا في حاجه الى اقتصاد تضامني، اقتصاد اجتماعي متطور، بقدر ما هي في حاجه الى تمويل صغير يدعم
الفئات المهمشة ويدفع بالاقتصاد بتاع البلاد نحو تنمية ضامنة متضامنة.